السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اسمه هارموف، ده بيساعدك في لو انت عايز تكتب ايميل، لو انت عايز توصف منتج، لو انت عايز تعمل اعلان على الفيسبوك، لو انت عايز تعمل الاسي او، يعني تخلي محركات البحث تشوف الموقع بتاعك، او انترفيو كويشن، كل الحاجات دي جاهزة. ممكن يساعدك في ان انت تقوي مهاراتك في الكتابة، كل الحاجات دي تقدر ان انت تختارها وتجربها. يعني مثلا ايميل، بتقول له مثلا عايز اعمل ايميل هتقدم وظيفة او هقبل وظيفة، بتكتب كلمتين تلاتة وتلاقي هو رسلك بقى الكلام اللي المفروض يتكتب في الايميل. هو بيقول لي سندر نيم من مثلا جوب تايتل، كومباني نيم، كومباني ديسكريبشن، تمام. مثلا اسك هنا، اسك فور انترفيو، ماشي. الكي بوينت، ممكن وبعد كده تختار هل اللغة رسمية ولا فريندلي، طبعا بروفيشنال، ماكسيمم سايز، يا عم خد راحتك في الكلام وبعبع براحتك، تمام. مش معنى كده ان هو هيكتب 200 بس، هو مش هيتعدى ديت، تمام. جنريت، هو كتب لي الايميل اهوت، انا فلان الفلاني وانا شغال في كذا وعايز اعمل معاك انترفيو، وانا مهتم جدا بالوظيفه ديت، ويبقى لي عظيم الشرف ان انا كنت شغال معاكم، والمهارات بتاعتي مؤهله، الرغي اللي هو المفروض ان انت ترغيه في الايميل، تمام. فزي ما انت شايف اللي انا كنت كاتبه كان حاجه بسيطه، هو بقى من خلالها قدر ان هو يديك ايميل. بس ما تاخدش الكلام كوبي بيست، لازم تقعد تقراه مره واثنين وثلاثه وتظبطه عليك انت، تمام، لان ممكن يكون هو حط حاجه غير حقيقيه، تمام. ده على سبيل المثال انترفيو كويشن، البوزيشن اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا اكاونتنج، واقول له اعمل لي بقى ايه ال، هو بيبدا يجيب لك الاسئله اللي ممكن تسالك في الانترفيو، تمام. خلي بالك كل ده نسخه مجانيه، نسخه الفلوس اللي بتعملها ابجريد من هنا بيكون طبعا فيها تفاصيل اكتر بكتير، تمام. تقدر تخش بقى في الشات، هو عاملين شات بقى زي شات جي بي تي كده، تقدر تشوف الذكاء الاصطناعي. اكتب لي باراجراف عن، تمام، قول له اكتب لي باراجراف عن، اكتب لي قصه قصيره عن، اكتب لي شعر عن، تمام، اكتب لي عن مثلا لاف مانجر، الناس اللي بتحب تطبل مثلا. هو عمل تطبيله ما حصلتش، يعني تحس كده ايه ان اعلامي من الاعلاميين. طيب اعمل لي ليست 5 بلوج بوست اباوت عن الاي اي. فانت متخيل ان ساعات الواحد بيجيله مش لاقي موضوع يتكلم فيه، فده في ثواني بيبدا يقول لك اكتب عن كذا وكذا و و والحاجات دي كلها، تمام. ممكن تديله تكست طويل وهو يلخصه لك، ممكن تقول له اكتب لي مثلا بلوج بوست عن انواع السيارات. انا ما اعرفش ايه المقصود بانواع السيارات، بس على سبيل المثال هو بقى ايه مع نفسه بقى، فهو اوتوماتيك كتب لك اهو مقاله كامله عن انواع السيارات، السيارات الكبيره والصغيره والقصيه زي ما انت عايز.